بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله آخرين دانا لتوابع عطف النسق. لتشو وقتي كيدا عطف النسق بو مسند إليه دهندريت. وأما العطف أي جعل الشيء معطوفا على المسند إليه فلتفصيل المسند إليه مع اختصار أوك شتيك عطف بكريت وسر مسند إليه بعض وقتك بخاطري أويك مسند إليه تفصيل بدريت دقل أويك اختصارج مراعاة بكري لكلامك دا وكوتي نحو جاءني زيد وعمر جاءني زيد وعمر لو كلامي دا شونا فإن فيه تفصيلا للفاعل بأنه زيد وعمر من غير دلالة على تفصيل الفعل بأن المجيئين كانا معا أو مرتبين مع مهلة أو بلا مهلة. الآن لا جملة جاءني زيد وعمر دا فاعلك تفصيل دراوة بوجوريك فاعلك زيد وعمر ونيا بلام فاعل تفصيل دراوة بلام كلامك دلالة لسر تفصيل داني فعل ناكت فعلك توزيح نداوة بوجوريك دو مجيء كان مجيء زيد ومجيء عمر بيك وبوا يان لدويك بوا بفاصيلة ويان ببي فاصيلة حالي بيو سونا فعلك تفصيل ندراوة فقط فاعل تفصيل دراوة أو جار اختصارش هيا لكلامك دا حالي بيو سونا واحترز بقوله مع اختصار عن نحو جاءني زيد وجاءني عمر بوسيلي مصنف بوسيلي قولي خوي كقيد مع اختصارني كت خوي دور كردوتا وخوي خوي باراستو لا جاءني زيد وجاءني عمر كلو كلامج دا تفصيل داني مسند إليه هيا بأنه زيد وعمر فإن فيه تفصيلا للمسند إليه لو كلامج دا تفصيل داني مسند إليه هيا مع أنه ليس من عطف المسند إليه بلام عطفك عطف مسند إليه نيا يعني شتيك بوسر مسند إليه عطف كرابته بل كو عطفك عطف جملة بوسر جملة بل من عطف الجملي عطفك عطف جملة بوسر جملة واختصار شيتي داني بالنسبة كلامي أول حاليبون سونا بس أجر عطف بوسر مسند إليه أنجام بدريت هم مسند إليه تفصيل ددري هم اختصارج مراعاة دكريت بلا ما قعد في جملة بوسر جملة أنجام بدري اختصاري تدانية حالي بون سونا كابرا دالة باشا بعض كتو أنا قيدي مع اختصارين احترازا لشتيدي كا وما يقال من أنه احتراز عن نحو جاءني زيد جاءني عمر ببي حرف عطف من غير عطف فليس بشيء أو قسيك بعضك دلن قيدي مع اختصار احترازا لمثل جاءني زيد جاءني عمر ببي أويك حرف عطف لبين دو جملة كداهبت حالي بيوتونا قيدي مع اختصار أو جملة خارج كردوا أو قسيك بعضك تيانا أو قصية هيج نية أو قصية صحيح نية بو إذ ليس فيه دلالة على تفصيل المسند إليه شون أصلا لو مثالي دا جاءني زيد جاءني عمر ببي حرف عطف لو مثالي دا أصلا دلالة لسر تفصيل داني مسند إليه نية
حالي بون سونا بوشي ولا چونكو احتمالي هيك انتقال كراب لكلامي اول او بو كلامي دوم ونيا وكلامي اول بطال كراب توا ونيا يعني متكلم اول كتويتي جاءني زيد ونيا دعا كلامي اول بطال كردو توا كتويتي نا والله جاءني عمرو حالي بون سونا بس اصلا دلالتنا كانت بصورتك قطعي بصورتي قطعي ها دلالتنا كان لسر تفصيل داني مسند إلي بل يحتمل أن بل يحتمل أن يكون إضرابا عن الكلام الأول بل احتمالي هيك لا دان كراب لكلام أول ونيا أو وقتي كأنه جملة أول مسكوت عنه يا حريبون سونا جملة أول يا مسكوت عنه يا أصلا غلط بوا حليبون سونا بس أصلا تفصيل داني مسند إليه بصورتك قطعي تدانية البته احتمالي شي هيك تفصيل مسند إليه مقصود بيت وني بلام ديسان اختصاري تدانية حليبون سونا أو وقتي أجر تفصيل مسند إليهش مقصود بيت او وقتي درسته بقيدي مع اختصار خارج دبيت حبيبون سونا جاء نص عليه الشيخ في دلائل الاعجاز شيخ عبد القاهر جرجاني نص دانا ولسر او مطلبه لكتاب دلائل الاعجاز دا او لتفصيل المسند بانه قد حصل من احد المذكورين اولا ومن الآخر بعده مع مهلة أو بلا مهلة كذلك أي مع اختصار ين بعض وقتك عطف دهندريت بمسند إليه بخاطري أويك مسندك تفصيل بدريت نق مسند إليه مسندك تفصيل بدريت كذلك أي مع اختصار مسندك تفصيل بدريت دقل أويك اختصارج مراعاة بكري حليبون سونا مسندك بشجوريكي تفصيل بدريت بأنه قد حصل مع من أحد المذكورين أولا ومن الآخر بعده مع مهلة أو بلا مهلة مسندك بوجوري تفصيل ددريت كباب مسندك ليك لودو ليك لو دو شتا مسكورانا اول حاصل بوا دو لويديك حاصل بوا بفاصله وين ببي فاصله ونيا ك او بفيدك ري بسميدك ري بحتايدك ري ونيا بو حرف عطفانا جاء واحترز بقوله كذلك من نحو جاءني زيد وعمر بعده بيوم أو سنة مصنف بوسيلي قولي خوي ككتي كذلك كذلكش كتن إشارة بمعناي إشارة بقيدي مع اختصارين دكات ونيا بوسيلي قيدي مع اختصارين خوي باراستو ألا مثلي جاءني زيد وعمر بعده بيوم ونيا جاءني زيد وعمر بعده بيوم ونيا أو بسنة حليب سنة بوشي چون لو مثالش دا تفصيل داني مسندك هيا ونيا بوجورك يعني مسندك مجيئك توزيح دراوة بوجورك مجيئ زيدي لپیش دا بوا ونیا مجیع عمریش لدوایوی بوا یک روز لدوایوی یعنی یک سال لدوایوی حالی بون سونا بلام اختصاری تیدانیا حالی بون سونا چاو لیر اتو بیجگل لعمری بعده بیوم ونیا بعده بیوم اوش دل یا بعده بسنت ونيا او اختصاري تدانيا بلام اجر في يا سمي بيني اختصاري تدا جاءني زيد فعمر ين جاءني زيد ثم عمر
دروستا دقيقا مشخص ناكري بلان فرز اويكا مقامك لمقامك دا او مقصود نيك دقيق مشخص بكريت حليبون سونا ولا قال لمقامك دا او مقصود بك دقيق مشخص بكري او اختي بفي وسما كارك دروز نابيت حتما دبيت او انا بيني ونيا وكوشي مثالي اويكا بوسيلي حرف عطف بوسيلي عطف بوسر مسند إليه مسندك توزيح بدريت كمجيء لو مثالي مدى واختصارج مراعاة بكريت مثالك وكو أو نحو جاءني زيد فعمر أو ثم عمر أو جاءني القوم حتى خالد لا أول داني دا حرفي عطفك فيها ك تعقيب دقينت دقل ببي فاسيلة تعقيب ببي فاسيلة لو يدوم دا حرفي عطف سميا تعقيب دقينت بفاسيلة لو يسيومش دا حتايا ك حتاش الان توزيحي دادات شمعنا هيك دقينت حاليبون سونا الان لو سي مثالنا دا شونا فالثلاثة تشترك في تفصيل المسندي هر سي مثال كان مشترك لو يدع كم مسندك توزيح ددا مسندك كهمان مجيئة ونيا دو مجيئك بيك ونبوة حليبو يتسونا مجيئي زيد ومجيئي عمر فقط فرقش هيلة بيني عندا إلا أن الفاء تدل على التعقيب من غير تراخ وثم على التراخي بلان في دلالة دكا لسر بدو يقداهاتن ببي فاسلة ونيا وثم دلالة دكا لسر هبوني مهلة فاسلة لبين دو مجيئة كدا أدي حتى تشدقينت وحتى على أن أجزاء ما قبلها مترتبة في الذهن من الأضعف إلى الأقوى أو بالعكس حتىش دلالة دكا لسر أويكا أجزاء ما قبلي خوي أجزاء ما قبلي حتى كهمان دبتا متبوعكا ونيا حتى دلالة دكا لسر أويكا أجزاء ما قبلي خوي مرتب لزهن دا ونيا مرتب لزهن دا لا ضعيفة وبولاي قوي ينبر عكز لقويرة بولاي ضعيف حالي بون سونا آخر ما قبلي حتى شتيكي صاحبي أجزايا حالي بون سونا جا حتى أوي بأندكات كا لزهن دا تعلقي فعلك بو أجزايا بنوبيا وانيا بترتيبة حليبون سونا البتا لزهن دا حليبون سونا ترتيبة كان لزعيف راي بولاي قوي ين لقوي راي بولاي زعيف وانيا البتا قرار نيا أو ترتيبة كالزهن دا هيا لخارجش دا أو ترتيبة هبيت وانيا مثلا شو مات الناس حتى الأنبياء ونيا أو بوجورة مرتب كراوة كأول فعل تعلق ببسطيت بخلقي ديكا دعا تعلق بسطي بأنبياء ده حالك ده خارج ده ترتيبة كوانيا كأول كل خلق بمرن جدوا أنبياء بمرن حاليبون سونا ده خارج ده قرارني أو ترتيبة يهبيت حاليبون سونا فقد ده ذهن ده أتو ده تهبيت وانك فعلك أول متعلق بيت ببعضك دعا متعلق بيت ببعضك ديكا ده تهبيت ترتيبي ضعيف وقوي نشان بدي وانيا ك وانك ما بعدي حتىي ضعيفك يعني قويك يا حاليبون سونا فمعنى تفصيل المسند إليه فيها أو بخوي توضيح دادات فمعنى تفصيل المسند فيها لحتى دا أن يعتبر تعلقه بالمتبوع أولا وبالتابع ثانيا من حيث إنه أقوى أجزاء المتبوع أو أضعفها فمعنى
تفصيلي مسند لحتى إذا أويك أن يعتبر يعني أن يلاحظ وأني ملاحظة ذكرت تعلق بستني مسندك تعلق بستني فعلك بمتبوعي لدرجة أول ده وتعلق بستني فعلك بتابع تابع ما بعدي حتى تعلق بستني فعلك بتابعيش ملاحظة ذكرت لمرحلة دوام ده بوشي ولا بخاطري أويك تابعك وانك قويترين جزء لأجزاي متبوع وانيا ين ضعيفترين جزء لأجزاي متبوع هل يبون سونا يعني وانك بويا أما بويا أما دنزر دقرين متكلم دنزر دقريت كأول فعلك تعلق ببسطي بمتبوع دوايا بتابعي وانيا بخاطري اوي كده يهد نشان بدات كتابعك جزئي اقوايا جزئي اضعفا حليبون سنة من حيث انه وبالتابع ثانيا من حيث انه اقوى اجزاء المتبوع او اضعفها حليبون سنة جا ولا يشترط فيها الترتيب الخارجي لحتى اذا ترتيب خارجي شرط نيا وانيا يعني عينا أتو أو ترتيبيك للفظ داهناوتا ونيا كأول فعلك تعلق دبستي بمتبوع دواء بتابعي حالي بونسونا لخارجيش دا أو ترتيبي هبيت ونيا أو الشرط نيا ممكن هبي ولي ممكن إشا نبيت أو ترتيبي دا خارج دا حالي بونسونا وكو أو مثاليك هنا ما مات الناس حتى الأنبياء ونيا فإن قلت في هذه الثلاثة أيضا تفصيل للمسند إليه كابرا دلبابا أتكتت لو سي مثالا ندا تفصيل داني مسندها ونيا دحالك دا شاد معترز بلت بلت جاخو لو سي مثالا ندا تفصيل داني مسند إليهش هيا ونيا ونيا مسند إليه توزيح دراوك زيد وعمريشا ونيا بس ايضا هروكو تفصيلي مسنته تفصيل داني مسند اليهش هيا حليبوية سونا فلما لم يقل او لتفصيلهما معا ونيا بس اقوايا بوشي مصنف نيكوت عطف جاري وابو تفصيلي مسند اليه جاري واشبو تفصيل داني مسند اليه ومسندا هردوك يعني بوين كنت قلت فرق بين أن يكون الشيء حاصلا من شيء وبين أن يكون مقصودا منه وانيا أما دلين بابا لو سي مثال ندا تفصيل مسند مقصودا مقصود متكلم بوا وانيا يعني متكلمك كجملة كيكتوا مقصود بتفصيل مسند بوا حليبون سونا بوشي چون فرز دكين تفصيلي مسند إليه معلوم ولكن مخاطبي هل يبون سونا؟ هرچن أو جملة كمتكلم كتويتي تفصيلي مسند مقصود بوا ولتفصيلي مسند إليهش بدز ديت حاصل دبيت وانيا بلام فرقي هيا فرق هيا لبيني أويدا كشتيك حاصل بيت شتيك بخوي حاصل بيت وشتيك مقصود بيت فرق هيا لبيني أودوانا دا حليبون سونا قلت فرق بين أن يكون الشيء حاصلا من شيء وبين أن يكون مقصودا منه ونيا أم دلن بابا فرق هيا لبين أويدا كشتيك لشتيك دي كحاصل بيت شتيك كهمن تفصيلي مسند إليه لشتيك حاصل بيت كهمن عطفة ونيا و شتك حاصل بيت عطفنا عطفك بقصتا ببي قصدي تفصيلي مسند إليه تفصيلي مسند إليه ببي قصد بدز ديت ببي قصد حاصل بوا ونيا فرق لبيني أويداك لوداك شتيك حاصل بيت ونيا بوخوي وشتيك حاصل بيت ين مقصود بيت ونيا ليش شتك حاصل بوا بلا مقصودي متكلم نبوا
حليبون سنة جاء وتفصيل المسند إليه في هذه الثلاثة وإن كان حاصلا لكن ليس العطف بهذه الثلاثة لأجله تفصيل مسند إليه لو سجملة ندا حاصل بوا ونيا بعتفك بلام مقصود نبوا بلام عطف بوس حرفانا بخاطري تفصيل مسند إليه نبوا حليبون سنة بوشي بچ دليلك دليلك أوي لأن الكلام إذا اشتمل على قيد زائد على مجرد الإثبات أو النفي فهو الغرض الخاص والمقصود من الكلام ونيا بو يدلين تفصيل مسند إليه مقصود نبوة شنكو تفصيل مسند إليه مقصود نبوة تفصيل مسند مقصودة ونيا بو يدلين تفصيل مسند إليه مقصود نبوة ونيا شنكو أو قاعدة كهر وقتك كلام قيدك زيادة تدابو ونيا قيدك زياد لسر إثبات نفي حليبون سنة أو وقت أو قيد زيادية فهو أو قيد زائدية غرزي خاصة مقصودة لكلام دا حليبون سنة قيد زائدة كمقصودة ونيا أو ندلن أجر لكلامك دا مقيد بقيدك يهب قيدك مقصودي أسليا حليبون سنة يعني كأنه مقيدك معلوم بوا ونيا فقط هدفي متكلم أو بوك قيدك إعلام كات حليبون سنة ناس صدارتي كلامي بونيا قيد نا نا أو ربطيني أبو بحسي شتيكي دي أو بحسي أو ألفازي كصدارتي كلامي أنا أو فرقي هيدا قال لي باسي قيد قيدك زائد هبه لكلام ده أو قيدة زائدة يا مقصودة. الوقت المقصود بيخنا أولي كلام. لا والله لازمناك حتما بيخنا أولي كلامه. الآن ليرا قيدة زائدة كهمن وأنك حرفي عطفي في يا سما يعني حتى يدخل أولي كلامك جنيا لوسطي كلامك دار. حليبون سونا. جاء ففي هذه الأمثلة تفصيل المسند إليه كأنه أمر كان معلوما لو سمثال نجد تفصيل مسند إليه ونك كأنه بمنزلي أوي تفصيل مسند إليه كتفصيل مسند إليه اشتك كمعلوم بو بيشي وني فرز أوي ك أو نتشون أمدلين تفصيل مسند مقصودي متكلم بويدي هز يعني تفصيل مسند إليه شتيكي معلوم بوا وانيا وإنما سيق الكلام أدي كلامك بو ذكر كراوة وإنما سيق الكلام لبيان أن مجيء أحدهما كان بعد الآخر وانيا وكلامك فقط بو ذكر كراوة بو بيان أويك مجيء يكيك لزيد عمري مجيئي يكيك لو دو نفرانا لدو اي نفرا كيدي كبوا حليبون سونا فزاو قاعدة دي او قاعدة خو لزور جيگا دي توتانا وانيا اگر لكلامك دا مقيد قيدك هبو وانيا قيدك مقصودي اسليا حليبون سونا قيدك مقصودي اسليا الان لو كلام جدا أما دوش الدبينين يك تفصيل مسند إليه ونيا كأوا وادا دنين معلومة يكيش معنى يكي كفي في يا سما ين حتى دي جينت أوش قيدك يا حليبون سونا قيدك مقصودة كقيدكش تفصيل مسند دي جينت حليبون سونا فليتأمل فليتأمل إشارة بسيم إشارة بويك أو قاعديك أما كتمان قاعدك أغلبية حليبون سنة قاعدك دائمينية أغلبية ونيا
أو قاعدة أمكتن أقل كلام كذا مقيد قيدك هبو قيد كي مقصودي أسليا أو قيد أغلبية حليبون سونا بوشي شن بعض وقتك مقيد كمقصودة مقصودي أسليا وانيا بعض وقتك قيد كمقصودي أسليا مقيد كمقصودي أسليا بعض وقتك إيش قيد كمقيد كفيك ومقصودا حليبون سونا حس أو أجوابت أو قاعدة كليرة باسكر بنابة أغلبة قاعدة ك حليبون سونا بنابة أغلب وياك قيد مقصودي أصلي بالكلام ده ولبعض وقتك جوا نية حليبون سونا جاء وهذا البحث أو نديها فليتأمل إشارة بون ديدكات وهذا البحث مما أورده الشيخ في دلائل الإعجاز ووصى بالمحافظة عليه أو بحثيك لو بيشكتن أو بحثك كشيخ عبد القاهر الجرجاني لدلائل الإعجاز دا هناويتي و توسيشي كردوا بحفاظت كردن لو بحثيا حليبون سنة يعني أو بحثيا وبيرد بمينت كان هذا البحثو أو بحثيا شيخ عبد القاهر باسي كردويتي إشارة بسي كان بحث وانيا دتوانا إشارة ببدوشت هذا البحث ين إشارة بويك إن الشيء قد يكون حاصلا ولا يكون مقصودا هذا البحث إشارة بوي جاري واشتك حاصل دبيت لكلامك ده بلان مقصود نيا حليبون سونا هذا البحث يا إشارة بوي يا إشارة بويك إن الكلام إذا اشتمل على قيد زائد على مجرد الإثبات أو النفي فهو الغرض الخاص والمقصود من الكلام حليبون سونا هذا البحث إشارة بيك لو دوانا حليبون سونا أو رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب ونيا أو رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب مع اختصار أو قيدش بوزيات كان لازم نعلم لغلط لتشابك دانا هاتوا هل قيدك لازم زياد بكري حليبون سونا جاري واشا بوسيلة عطف سامعك لخطائك ككردويتي سامعك دقرندريتوا لخطائك ككردويتي لحكم دا لخطاوة دقرندريتوا بولاي صواب حليبون سونا مع اختصار بعطف أو كاري دكريت دقل أويك مراعاتي اختصارش ذكري وكوشي مثالكي نحو جاءني زيد لا عمرو وانيا مثلا متكلم دلت جاءني زيد لا عمرو وانيا يعني زيد هات نك عمر وانيا لا تشد جينت لا حرف عطف ايدي تشد جينت لنفي الحكم الثابت للمتبوع عن التابع أو حكم يكبو متبوعي ثابت بوا لو بيش ونيا أو حكم يكبو متبوعي ثابت بوا لتابعك نفي دكات حليبون سونا الآن شو وقتك متكلم أو كلامي دلت ونيا شو وقتك متكلم أو كلامي دلت لمن اعتقد أن عمران جاءك دون زيد أو أنهما جاءك جميعا ين قسري قلبا ين قسري إفرادا حليبون سونا شو أتو دلي أتو متكلم دلي زيد هاد بولاي من نق عمر ونيا نسبة بچ مخاطبك ودلي دلي زيد هاد نق عمر ونيا نسبة بچه مخاطبكي نسبة بمخاطبكي كا بيوايا عمر هاتوا نق زيد ونيا ين بيوايا كزيد وعمر بيكا وهاتون حالي بيوية سونا مخاطب بيوايا كعمر هاتوا أتوش دلي نوالا جاءني زيدون لا عمرون أو قسري قلبا يعني برعكسي دكيوا
حالی بون سونا مخاطب پیوا عمر هاتوا اتو دلی نه ولا زید هاتو بولای من اتوی متکلم دلی جاءنی زیدون ونیا ین مخاطب پیوا کا زید و عمر پیکا و هاتون ونیا اتوش دلی نه ولا فقط زید هاتوا نق عمر جاءنی زیدون لا عمر حالی بون سونا قصر قلب ين قصر إفراد حليبون سنة مخاطب لموريدي دوام دا بيوايكا زيد وعمر بيكا وهاتون شريك أتوش دلينا والله فقد يكي كيان هاتو كزيدة حليبون سنة بس لا أو حرف عطفي لا يدي هم بو قصر قلب ديت هم بو قصر إفراد جديد حليبون سنة أدي بو قصري تعيين نايا قصري تعيين شن هي آخر حليبون سونا هر أوي كتوزيح دا بإجمالي دعا بحسي لدكات دعا إلى بابي قصر دا بحسي لدكات أو نوعان باز دكات بلام هر إجمالا أوي دي واني لقصري قلب دا مخاطب ويزاني وكا عمر هاتوا واني بلام أتو دلينا جاءني زيدون لا عمرون برعكسي دكيوا قلب يعني برعكس كرنوا لا قصري إفراد جدا مخاطب بيوايكا زيد وعمر بيكا وهاتون شريك لما جيء دا أتو دلينا والله يقداني عن هاتوا إفرادا ونيا وكو هلا جاءني زيد لا عمر ونيا بس لا حرف عطفي لا بو قصري قلب جدا بيت بو قصري إفراد جدا بيت ونيا بلام آية بو قصري تعين دبيت ونيا بو قصري تعين إج دبيت بو قصري تعين بلام أو وقتي رد السامع عن الخطأ إلى الصواب نيا حليبون سونا أما باس يوان ذكرك حرف عطفك لا بيت ونيا وسامعك لختا ورد بكريتا وبلاي الصواب ونيا أجر بوسيلة حرف عطفي لا سامعك رد بكريت وبولاي الصواب ونيا يعني متوجهي خطاكي بكريت أو وقتي فقد قصري قلبه قصري إفراد دبيت حليبون سنة ولي أقر رد السامع إلى الصواب مقصود نبيت أو وقتي ذكري حرف عطفي لا قصري بو قصري تعيين جبيت حليبون سنة مثلا مخاطب هیچ بخطا نچوا ونیا تا اتو بتهویت بیگرنه و بولای صواب مخاطب بخطا نچوا فقط تردیدی هی لتعیینی نفرک دا آیا اوی مجی انجام داو زید یان عمره دا زانی هر دوکان نین ونیا دوای یک نفرشی تعیین نکردو تا بخطا چو بیت بخطا نچوا پس حالی بون سونا فقط تردیدی هی مردد لوی دا که أوي مجي أنجام داوة زيد يان عمرة حليبون سنة أو وقتي دلي جاءني زيد لا عمر ونيا بوسيلة حرف عطفي لا وانك اشتكت عندك ريبوي حليبون سنة دلي يعني بمخاطب دلي أتوك ترديدتها يا ونيا أمن اشتكبو توت عندكم أويك مجي أنجام داوة أويك هاتوا زيدا نق عمر حليبون سنة بس حرفي عطفي لا ده توانيت بو تعيين جبيت ونيا بلام او اختي رد السامعي من الخطأ الى الصواب تيدا نيا فقط تعيين كردني تيدا لحالك دا كمخاطب بيشي مردد بو ترديدي هبو حليبون سنة او حرفي عطفي لا حرفي عطفي لكن شونا ونيا حرفي عطفي لا كتن معنى كشي أويا لنفي الحكم الثابت للمتبوع عن التابع أو حكم كبو متبوعي ثابت بوا لتابعك نفي دكات حاليبون سونا أدي لكن سونا لكن أويش حرف عطفة ونيا هم أقر بو عطفي مفرد بو سر مفرد بكاتوا أو أختي بدوي كلامي منفي دادت أقعد في مفرد بوسر مفرد بكاتوا حليبون سنة أو أختي دروس برعكسي لايا حليبون سنة شو كلا
بدوي كلامي مثبت داده هميشه بلام، لكن هميشه بدوي كلامي منفي داده اقعد في مفرد وصل مفرد بكاتوا، بلام اجر عطفي جمله وصل جمله بكاتوا او اختي هم لدوي اثبات واقع دبه هم لدوي نفي حاليبون سونا جا. لكن لكنش هربو معناي بشي استعمال ذكري ردي الى الصواب، يعني مخاطبك بشي توشي خطاب و بوسيله، لكن مخاطبك رد ذكريته ولا الصواب حاليبون سونا، يعني دهندريته وسر ريغاي الصواب حاليبون سونا بخطات سوا. ولكن ايضا للرد الى الصواب، لكنش ايضا وكلا بو هنا نوي مخاطبه بسر رجاي راست لحالك اذا كبيش توشي خطابه. فقد فرقك هذا قال الله الا انه لا يقال لنفي الشركتي، فقد فرقك هي ابيش اوي لا كتن هم بو قصر قلب ديت هم بو قصر افراد حاليبون سونا، بل ام لكن بو نفي شركاتي نايد يعني بو قصر إفراد وانيا شركاتي دفع كاتوا وانيا وقصر إفراد بقينيد، بلكو فقط بو قصر قلب ديت حاليبون سونا. إلا أنه بلام أو فرقها لبيني لكن ولايدا كلاكن بو نفي شركاتي ناكتريد البتل، لكن علماء معاني وانيا لعلم معاني دا حاليبون سونا بو نفي شركة استعمال لاكريت كعبارة لقصر إفراد، بلكو فقط بو قصر قلب ديت ونيا حتى بمعنى في تفريعة حتى إن يعني فإن حتى إن نحو ما جاءني زيد لكن عمر، إنما يقال لمن اعتقد أن زيدا جاءك دون عمر لا لمن اعتقد أنهما جاءك جميعا وني فس أجوابت حتى يعني فإن فز ما دام فقد بو قصري قلب ديت بو قصري إفراد نايا لعلم معاني دا فس أجوابت مثل ما جاءني زيد لكن عمر، ما جاءني زيد لكن عمر وني ليرشونا أو جملة فقد بو مخاطبك إذا كتريتك بيوابوا بيواب وكا ما جاءني زيد لكن عمر، يعني زيد نهات ونيا بلكو عمر هات زيد نهات ونيا او كلاما بو مخاطبك اذا كتريت كمخاطبك بيواب وكا زيد هاتوا نق عمر بيواب زيد هاتوا اتجدلينا ما جاءني زيد ما جاءني زيد او بيواب زيد هاتوا اتجدلينا والله زيد نهاتوا بلكو عمر برعكس اذا بس دبت قصري قلب إدي لا لمن اعتقد أنهما جاءك جميعا أو كلام يبو مخاطبك ناك تريد كبي وابو كزيد وعمر بيك وهاتونا شريك بونا لمجيء دا حاليبون سونا دوايا لكن قصري إفراد بقينت حاليبون سونا فتساو لعلمي معاني دا لكن فقد بو قصري قلب ديت ونيا بلام لعلمي نحو دا برعك سيوان كتوكتو أنا لكن فقد بو قصر إفراد ديت برعكس حاليبون سونا. لكن وفي كلام النحاة ما يشعر بأنه إنما يقال لمن اعتقد انتفاء المجيء عنهما جميعا ونيا لا كلام النحاة دا مطلبك هيا ك إشارة بويدكات مطلبك إشارة بويدكات كا لكن البتل لكن نعم هربلين نحوي ما جاءني زيد لكن عمر وليا نحوي أو كلامي بيشي بو مخاطبك إذا كتريت كاعتقادي بشركتها بوا وليا نحوي كلامك بيشي كلاكيني تدايا وليا بو مخاطبك إذا كتريت كمخاطبك بيوابوا مجيء أنجام ندرة ونلا ترفي زيدة ونلا ترفي عمرة ونيا اعتقادها بنبوني مجيء لزيد لعمر إجدا
يعني بيواب وكشريك لا عدمي مجيء دا وانيا أتوش دلينا ما جاءني زيد لكن عمرو يعني جاء حليبون سونا بس هذا وقت يبو قصر إفراد دا بيت حليبون سونا دروس برعكس علمي معاني لا علمي معاني دا دلن فقد بو قصر قلب دا بو قصر إفراد نايا حليبون سونا بلام لا علمي نحو دا كنت أنا فقد بو قصر إفراد دا بو قصر قلب نايت حليبون سونا أوش بخو إشكالي كيدين وانيا فقط جوابي إشكالك أويك دو إصطلاحة كان فرقان هيا دقال يكتر وانيا يعني هردوك تشاون للغة عرب كردوا وانيا بلام اجتهادي علماء معاني أوبوك فقط بو قصري قلب ديت حليبون سونا استنباطي علماء نحويج أوبوك فقط بو قصري إفراد ديت وانيا وكوشون جاري واليق علم دا نظرات علماء فرقي هي بيكوا وانيا جاري واشا لبين دو علم دا اختلافي نظر هيا حليبون سونا لأن النظري أو دو علمانا فرقي هيا لباري لكن دا البتا من شأكشي بو يكشتي دا قرتوا أوش أويكا أي لكن بو استدراك يانا من شأكي بو يدا قرتوا لا علمي نحو دادلن لكن بو استدراكا وانيا لكن بو استدراكا استدراك يعني دفع توهم حليبون سونا دفع توهم حليبون سونا يعني لعلمي نحو دا كنت أنا لكن بو استدراك وانيا استدراكش بدفع توهم دلن حليبون سونا أو اختي قصي علماء نحو درستا حليبون سونا شاول علمي نحو دا كنت أنا لكن بو استدراك استدراك بدفع توهم دلن حليبون سونا دي باشا الآن متكلم أول دلن ما جاءني زيد ونيا يعني زيد نهات وقتك كمتكلم وادلت حليبون سونا شاول اعتقاد بشركاتي بيداد بيت ونيا وقتك متكلم دلن ما جاءني زيد نهات وانيا مخاطب قمان دكات كعمر جنهات بي شن زيد عمر رفيق وانيا متكلم دلن ما جاءني زيد نهات بلان مخاطب وقمان دكات كعمر جنهات شن زيد عمر رفيق حليبون سونا فز مخاطب اعتقاد في دكات بعدم مجيء لزيد لعمر جدا وانيا اعتقاد في دكات بويك أودوان الشريك بونا لعدم مجيء دا حليبون سونا مخاطب اعتقاد بالشركاتي فيدا دكات بلام دعاء لكن أو توهما دفع دكات ودلنا والله فقط زيد نهات بلام عمر هات حليبون سونا فتساو أولا تشيرا فيدا بو وانيا لورك لكن بو استدراك بو دفع توهما حليبون سونا بلام تشاو لعلمي معاني دا أو وأنا كبحثي قصري إفراد بو بلام قصري قلبك شاول يبكين بزين لقصري قلب دا لكن استدراك دقيني يعني دفعي توهم دكات دفعي توهم ناكا حليبون سونا لقصري قلب دا لقصري إفراد دا وكو توزيح دا لكن بو استدراك ودفعي توهم دكات وانيا كعلماء نحو يشكتو أنا لكن بو استدراكا بلام لقصري قلب دا لن توزيحي دم لقصري قلب دا لكن دفعي توهم ناكا دفعي توهم يكي سابق كلا كلامي سابق بيدا بوا لقصري قلب دا لكن دفعي توهم ناكا بسبو استدراك نيا ونيا هل وكو علماء معانيش كتو أنا لكن بو استدراك نيا حاليبون سونا فزاقوابد أو لكن ايكا لقصري قلب دا أتو جي خويتي ونيا شن لما استدراك ناقينت
هر وكو علماء معانيش كتوانا لكن بو استدراك نيا حالي بون سونا اوان كتوانا لكن بو استدراك نيا وانيا بس اما دبت شاو لبكين بزانين لچ جيگايكي لكن بو استدراك نيا او جيگاي خويتي وانيا او جيگاي صحيحي خويتي جيگاي مقبولي خويتي لقصري قلب دا استدراك ناقينت حالي بون سونا بس قصري قلب جيگايكيتي وانيا اقواب لكن قصري قلب دا قينت يعني اختلافه كان بوي دا قررته وكا لكن بو استدراكيا بو استدراك نيا حالي بون سونا علماء نحو كتوانا بو استدراكا علماء معاني كتوانا بو استدراك نيا لكن لوش اللي قصري قلب داك بو استدراك نيا حالي بون سونا شو قصري قلب توزيح دين لقصري قلب داتو دلي ما جاءني زيد لكن عمرو جاء وانيا مخاطبك بيواب وكا ان شاو متكلم اولا دلي ما جاءني زيد وانيا ما جاءني زيد وانيا يعني زيد نهات حليبون سونا مخاطب بيواب و مخاطب لقصر قلب ده مخاطب بيوابك زيت هاتوا حليبون سونا مخاطب بيوابك زيت هاتوا عملنا هاتوا حليبون سونا مخاطب بيوابك زيت هاتوا عملنا هاتوا متكلمش دلنا مخاطب بيواب زيت هاتوا وانيا متكلمش دلنا زيد نهاتوا حليبون سونا قصري قلب اون ديا بس هيج دفعي توهمك ناكا توكل كلامي سابق ناشي بوا حليبون سونا شنو قد دفعي توهم بكاتا ولا كلامي سابق دبت قصري افراد وانيا مثلا وقتك متكلم دلت زيد نهات وانيا مخاطب توهم دبت كعمري جنهاتوا يعني هردوك شريك لعدم مجيء ده وانيا يعني اقبيها توهم دفع كاتوا الشريك توهمي شريكاتي دفع دكاتوا او اختي بتا قسري افراد نبتا قسري قلب اما باسي قسري قلب دكين لقسري قلب ده توهمي كي سابق دفعنا كاتوا وانيا بلكو يعني البتا توهم يعني توهمي كي كلا كلام را نشأتي قرتبت لا لكلامي سابق فهم بكري توهمكا حليبون سونا ولا معلومة توهم دفع دكاتوا شو مخاطب وزاني وزيد هاتوا متكلم دلنا والله ما جاءني زيد زيد نهاتوا بلكو عمر هاتوا حليبون سونا بس توهم دفع دكاتوا لقصر قلب جدا بلام توهم يكيكا لعبارة السابق نشأتي قلت به بوينيا وانيا او توهم دفع كاتوا نشأتي نقرتوها بلكو توهما كلا واقع دا مخاطب هايتي وانيا نك توهمك بو مخاطبي بيدا بيد لكلامي سابق لعبارتي سابق حالي بون سونا كلامك انا بتسبب التوهم بو مخاطبي وانيا اگر كلامي سابق توهم بو مخاطب دروس كات توهمي شركاتي بو دروس دكا وانيا او اختيش دبتا قسري افراد وانيا او اختي ربتي بقسر افراد هيك توهمي شركاتي دفع بكري توا وانيا بس توهمك لواقع دا مخاطب بوخوي هيتي وانيا بس اقواب لكن لقسر قلب دا بو استدراك نيا يعني دفعي توهمي كيبكاد كتوهمك لكلامي سابق نشأتي قرت بيه حليبون سونا بس بو استدراك نيا وانيا هر وكو علماء معانيش كتو انا لكن نابي استدراك بقينت شو اسم بو استدراك والع لفزي لكن بو استدراك دانا ناو حليبون سونا او علتكيتي البتة بحثك دريجة أو بحثي بلام وانك يعني لبعض مثالك إذا ظاهرا قصي أو شتي درستا قصي علماء معاني فقد ديتوا مثلا لو آتي دام ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن
ولكن رسول الله وخاتم النبيين فنيا شو ليرا بو قصد قلب ظاهرا ونيا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين لكن بدواي كلام من في داهات وما كان محمد ونيا داش الظاهرا ليرج بو قصد قلب بو قصد إفراد نيا حليبون سونا أولاً بوشي بو قسلي قلبه تشنشاو أو بو ردانوي كافركان ايديو آتيا ككافركان اعتقاداً با برعكس آتك هبو أولاً بيانوابوكا بيغمبر خاتم بيانوابوكا بيغمبر خاتم النبيين نيا أصلاً نبي نيا بيغمبر نيا ونيا رسول الله نيا وبلكو بابي يكك لبيانوكانا كزيدا أو نيز زيد حليبون سونا دان كود بابي ويا حليبون سونا أخا أصلا علتي أويكا بيغمبريش دعاتو زينبي ماركرت كزيد بيشي خيزاني زيدي بو زينب خيزاني زيدي بو وانيا علتي أويكا بيغمبر دعا ماركرت أو بوكا أوان دان كود أو زينب خيزاني خزاني كوري بيغمبريا ونيا بويك او قانون لا ببات ونيا كا بسر خانده كورنيا بكور حساب ناكريد حالي بونسونا بويكو خزاني زيدي مارا كردو دوايا ويكا زيد تلاقي دا حالي بونسونا يعني اوان معتقد بون كا بيغمبر بابي يكيق لكورا كانا ونيا بيانوابو كبابا ولي بيغمبر نيا ونيا اوش برعكسي كردوا حاليبون سونا كافر كان بيانوا أبو كبابا ونيا بلام أبا بلام رسول الله نيا أتكش برعكسي كده وكتي أسقزا أبنيا بلكو رسول الله يا حاليبون سونا ألان ليربو قصلي قلبي دي لكن أول اعتقاد النبو كبيغمبر هردو كيانا هم بابا هم بابي بياويكا وهم رسولي خداشا حاليبون سونا هو اعتقاديا بهردوشتك نبو بلكو اعتقاديا ببرعكس آياتك هبو آياتكش اعتقادي واني رد كردو حاليبون سونا كتي او اعتقادي كانقو هتانا دروزنيا برعكسك دروستا حاليبون سونا بس زاهرا قصي علماء معاني فقل لو آتدا ديتوك لكن بو قسري قلبا حاليبون سونا بلام شو لجهتك دي كش وقت تساوي لبكين؟ شو وقتك لكن بو قصر إفرادة؟ ونيا؟ أجر بو استدراك بيت؟ يعني دفعي توهم بكات؟ دفعي توهم لكلامي سابق؟ حاليبون سونا؟ ديوش الآن ليرا؟ بيش كتويتي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم؟ ونيا؟ پیغمبر باوکی هیچ رجولیک نیا ونیا آیتا کوای کتو پیغمبر باوکی رجول باوکی پیاو نیا ونیا باوکی چندانک چا بلان باوکی هیچ پیاویگ نیا حالی بون سونا دی باش الان لورا لکلام سابقا کرا که ابوتی پیغمبر بو یکگ لرجال نفی کراواتوا لورا گمان دبردرید که رسول الله جنبی يعني چونكو باوكي پياوك نيا دبي پیغمبر اجنبيت فتشا او توهما لكلامي سابق نشأد ناقري تادوا لكن توهما كدفع كاتوا بو استدراك بي وقصر افراد اجبقينت فس توهميكي كلكلامي سابق نشأتي قرتبت او توهماشي دفع نكردو توهم حالي بون سونا بو چون لكلامي سابق دا ابوتي پیغمبر نفي كراوتاو يوش اللورا كأبوتي نيا ليرا لازم ديت كرسالتي شي نبيت خاتميتي شي نبيت اوه قمان نابر دريت حالي بون لنا في ابوت رعنا في خاتميت قمان نابر دريت ونيا تادوايا لإدامة دا خاتميت إثبات كرابيت فاز بلين دفعي توهمي كردو لكلامي سابق دفعي توهمي كي كلامي سابق بيدا ببو
حالي بون سونا اوش اوا اوا حرف عطف كان باس دكاي دي لاول واون باس كرت دو في ثم حتى دو لا لكن حالي بون سونا اوا بنو باس عندكاد البته هدفي باس كرني حرف عطف كان ني ولا علمي نحو دا باس دكرت بلكو دي هيد مقام استعمالي وان باس بكات وانيا ونكتيكي كهر يقلو حرف عطف انا دي جينت حالي بون سونا شن اوا ربتي با علمي بلاغتها أو صرف الحكم عن محكوم عليه إلى محكوم عليه آخر ين عطف حكمك لمحكوم عليه وبولاي محكوم عليه كيديك لا ددات حالبون سونا وكوشي مثالك كاو حرف عطف بل أو كاردك مثالك نحو جاءني زيد بل عمر أبتا حكمك لا ددات الآن توزيح دادات أو تفصيلي تدايا توزيح كيف برق زوري شاس قزا حكم لا دادات هر حكم بإجمالي جالبتا حكم بمعنى محكوم به يعني هر حكم بمعنى حكمة أو لا إدامة دا معلوم دابت هر حكم إجمالا ولين قد دقتي لبكنها الآن لتوزيح كذا دقتي لبكن كأي خدي حكم منزورة الآن مثلا أجا حكم منزور بيت جاء حكم ما جاءش حكم كنفيا نفي إثبات بلما أجر حكم بمعنى محكوم به بيت محكوم به شلا كلامي منفي دا شلا ما جاء أيدا شلا جاء أيدا محكوم به هر مجيء كيا مجيء حليبون سونا محكوم به لهر دوكان دا يكشتا مجيء بلما حكم فرقية لكلام منفي دا حكمك ما جاء يا وانيا لكلام مثبت دا جاء حكمه حريبون سونا انقول دقتي لبكني دي هر اجمالا الان لتوزيحك جالبة معلوم دا بيدي جا رواية عطف حكمك نقل لك لمحكوم عليه وبلا محكوم عليه كيديك وكو مثاليا نحو جاءني زيد بل عمرو او بل لدواي كلامي مثبت واقع بوا يعني ما جاءني زيد بل عمرو لمثال دوام دا لدواي كلامي منفي واقع بوا جالبة معنى أنك مؤمن شن لو بدوا ومعنى كان توزيح دا اختلافي تدايا بل لدواي كلامي مثبت دو قول هي لباريدا وبل لدواي كلامي منفي سي قول هي لباريدا حاليبون سونا بويا معنى أنك فعلا قول كان بخير دوا معنى كي بواضحي معلومة حالي بون سونا بل بوشيا فإن بل للإضراب عن المتبوع وصرف الحكم إلى التابع بل بو إضراب يعني لادان لمتبوع وانيا لادان حكمك لمتبوع وانتقال حكمك بولاي تابع حالي بون سونا تشاو للإضراب عن المتبوع وصرف الحكم إلى التابع صرف بمعنى انتقال حالي بون سونا او تن لبير بيت كدلب بل بو انتقالها وانيا چون لا اخري بحثه كدا اما توشي اشكالي كي دبين هل لسنوي ككتويتي بل بو انتقالها وانيا چون لبعض جي كدا بل بو انتقال نيا حاليبون سونا بل بو انتقالها وانيا يعني حكمك منتقل لك لمتبوع وبولاي تابعي وانيا جاء إضراب بشيدلا ومعنى الإضراب عن المتبوع أن يجعل في حكم المسكوت عنه لا أن ينفى عنه الحكم قطعا خلافا لبعضهم معنى إضراب وانيا معنى إضراب يعني لا دان لمتبوع أويك متبوعك كهمان ما قبلي بلا حاليبون سونا متبوعك لحكم مسكوت عنه دا قرار دادريت او نزري جمهورا متبوعك لحكم مسكوت عنه دا قرار دادريت نق اويك حكمك لوي نفي بكريتا وبقطعي حاليبون سونا حكمك لوي نفي بكريتا وبقطعي لرا حكمي بمعنى محكوم به وانيا كمحكوم به كتشيا همان مجيء وانيا
مثلا چاو كتراوا جاءني زيد، جاءني زيد بل عمرو. حريبون سنا لنا مقصود اوانيه كحكمك لوي نفي بكريتا تدلي جاءني زيد دو ادلينا بل جاءني عمرو، بل جاءني عمرو وني بوسيلي بلي لزيد ولا ددي بولاي عمري، بولاي عمري لا دي معناه كي اوانيه ك او مجيء بولاي زيد نسبة الدابو او جال لزيد نفي دكيوا وني مجيء لزيد نفي بكريتاوا نا زيد سكوتي لي دكريت نما جي بو اثبات دكين نما جي نفي دكريت ولي حاليبون سونا سكوتي لي دكريت للزيدي كمتبوعة وتابعك ما جي بو اثبات دكريت حاليبون سونا بساو نظر جمهور مذهب جمهور اوا مذهب جمهور اوا يكا متبوعك كزيدا مسكوت عنه يا نما جي ثابت كراو بوي نما جيء نفي ذكر لي ونيا حليبون سونا وأو ما جيء أي كفيش أبو زيد نسبة درابو أو جرب عمري ثابت ذكر جاءني زيد بل عمرو يعني بل جاءني عمرو حليبون سونا أو مذهب جمهورك متبوعك كزيد مسكوت عنه يا بلام خلافا لبعضهم ونيا بلام أو قولي جمهور دقل نظري بعضي كدك العلماء مخالفة كابن الحاجبة أو بعضي ابن الحاجبة حليبون سونا دقل نظري ابن الحاجب مخالفة حليبون سونا ابن الحاجب دلشي دل مسكوت عليهن بل كلي نفي ذكرت حليبون سونا مجيئك حكم بمعنى محكوم به كمان مجيئة مجيئك نفي ذكره لزيدي أجر بل بدواي كلامي مسبداهات جاءني زيد بل عمرو جاري باسي كلامي مسبدا كينها حليبون سونا لي نفي ذكرت حليبون سونا أو دو قولها يدي حليبون سونا لا إضراب دا بوسيلي بل مذهب جمهور أويك متبوعك مسكوت عنه يا مذهب ابن الحاجب أويك مذهب ابن الحاجب أويك مجيء كيل نفي ذكره حكم بمعنى محكوم به كمان مجيء كيل نفي ذكره زيد ومجيء كابو عمري ثابت ذكره شو إضراب لباري إضراب دا أودو قولها يا مذهب جمهور ابن الحاجب حليبون سنة أو إضراب أدي صرف حكم بش معناها كا أو نكتن إضراب بل بو إضراب وصرف الحكم إلى التابع وأن إضراب عن المتبوع وصرف الحكم إلى التابع صرف حكم بش معناها كا وأن انتقال حكم بولاي تابعي لكلام مسبدا يجمعنا هي ظاهرة ومعنى صرف الحكم في المثبت ظاهر لا كلام مثبت معناي انتقال حكم بولاي تابع ظاهر معلومة وانيا او مجيء اي كبيش ابو زيد ثابت كربو حاليبون سونا حكمك بولاي تابعي نسبت لدي بولاي تابعي منتقل لكي كعمرة بتا حكم بمعناي محكوم به كمجيء وانيا أو تحكم بمعنى خوشي هر دبيت حالي بونسونا حكم بمعنى خوشي يعني هر أو جاء أيك بو زيدي هاتبو أتوبو عمر دايدني وانيا همان ثبوتي مجيء نكهر مجيء ثبوتي مجيء وقوعي مجيء همان نسبتي تامي خبرية حالي بونسونا هس صرف حكم انتقال حكم بولا يتابع لكلامي مثبت دا معناكي يقدانيا يجمع عليها. بلام لكلام منفي دا وكذا في المنفي ونيا وكذا في المنفي يعني وكذا صرف الحكم في العطف ببل في المنفي ونيا هر كذا هر وكو لكلام مسبدا معناي صرف حكم ظاهرة لكلام منفيش دا
معناه صار في حكم لعطف لجيجاي كده كعطف ببل انجام درابيت معناه صار في حكم ظاهرة شو وقتيكي إن جعلناه بمعنى نفي الحكم عن التابع والمتبوع في حكم المسكوت عنه أو متحقق الحكم له حالي بنتونا معنى صار في حكم ديارة بنابة بنابة قولي مبرد ابن الحاجب بنابة قولي مبرد ابن الحاجب لكلامي منفيش ده معنى صار في حكم ديارة يعني واضحة ظاهرة حالي بنتونا شو وقتك أجر إن جعلناه هيك بو صرف حكم دقرته أجر صرف حكم بو معنى يبت كحكم لتابعك نفي دكريت وانيا حكم لتابعك نفي دكريت يرى حكم بمعنى محكوم به محكوم به نفي دكريت حليبون سونا حكم لتابعك نفي دكريت شو كلام من في دنزر بقرن كلام من في كتيا ما جاءني زيد بل عمرو وانيا صار في حكم بو معنى بيت كأتو خدي أو ما جاء أي كبيش اكتوتا أو جار ما جاء بو عمري إثبات كي وانيا حكمك محكوم به نفي بكريتو لتابعي وانيا مجيئك بيش لا زيدي نفي كرابو أو جار مجيئك لتابعي نفي بكريتو كعمرة وانيا مجيئك لا حكمك محكوم به كلا تابعين في بكريتوا كما بعدي بلا حليبون سنة ومتبوعك جل حكمي مسكوت عنه دابت متبوعك جل حكمي مسكوت عنه دابت حليبون سنة كأو مذهبي كيا أو مذهبي مبريديا حليبون سنة نجاري مذهبي مبريدو مذهبي جمهور بازدك مذهبي مبرد ابن الحاجب بازدكات متبوعك جل حكمي مسكوت عنه دابت حليبون سنة أو متحقق الحكم له وانيا ينا مجيئك حكمك لتابعين في بكرته وكما بعدي بلا وانيا ومحكوم به كحكم يعني محكوم به كما جاء بو متبوع ثابت بكريت حليبون سونا كوج مذهبي ابن الحاجبة يعني شو دو حالتي هي دي دو جوري هي ما جاء يكي كبيش هاتوا أو ما جاء يا بو زيد هاتوا أو جردي بو عمر ثابتي دكي وانيا بس ما جي لعمري نفي دكري توا وزيد إج مسكوت عنه يا أويك دو من أتو أو ما جاء يك بو زيد ثابت كردوا أو ما جاء يا بو عمر ثابت دكي وانيا والزيد أو جاد مجيء وسابد دكي وانيا أو جاد الله الزيد جاء ما جاء زيد بل ما جاء عمرو عمرنا هاتوا بل أم زيد جاء زيد هاتوا حليبون سونا حتى يكون حتى بمعنى في تفريع يعني فيكون ما دام أما أودو معنى ما نقر لبيشي وانيا فيكون معنى ما جاءني زيد بل عمرو أن عمرا لم يجئ وعدم مجيء زيد ومجيئه على الاحتمال أو مذهبي مبرد أو مجيئه محقق البتة برعكس كدامة أول يك ها درسته درستيش البتة هري الله درسته وانك مصنف وانك شارح عبارتك جوان هنا هر درسته احتمال لك مذهب مبرد هري الله أو ديكش مذهبي ابن الحاجبة هر وانك شارح عبارتك جوانا هنا حليبون سونا بس معناي ما جاءني زيدون بل عمرون معناك أو بل لدواي كلامي من فيها تو معناك أو كعمر نهاتوا ما جاءني زيدون بل عمرون بل ما جاءني عمرون شو هر دوكيان مبرد ابن الحاجب لو دا متفق ك ما جاءك وانيا بو تابعي منتقل دبيت او ما جاءك بيش بو زيد ثابت بو هر دوكيان متفق ك ما جاءك بو عمر ثابت دبيت وانيا
بلان باشا او جال ما جاب وعمري ثابت وادي زيد شيله دي لوي دا اختلاف يعني هيا وانيا مبرد دلت مسكوت عنه يا ابن الحاجب دلنا زيد ما جاءك همان جاء يا بو زيد ثابت دبي حالي بن سونا شلون اختلفنا مع بعد لوي دا اري والله بس معناه ما جاءني زيد بل عمرو بنا بمذهبي مبرد اويك عمر بل عمرو عمر نهاتوا عمر مجيئك إلينا في دبيتوا عمر نهاتوا أدي زيد ولا مجيئ زيد وعدم مجيئ زيد هردو لا احتمالي هيا يعني مسكوت عنه يا أو أو بمذهب مبرد بمذهب ابن الحاجبش أو شو وعدم مجيئ زيد ومجيئه على الاحتمال كما هو مذهب المبرد أو عبارة دبلي ربلين وأني وعدم مجيء زيد ومجيئه على الاحتمال كما هو مذهب المبرد عبارتك بين بؤيرة حاليبون سونا أو مجيئه محقق أو مجيئه محقق ينا عمر نهاتوا وأني ومجيئش بو زيد محققة بو زيد ثابتة وانيا ليرش او عبارة بلن كما هو مذهب ابن الحاجب كوجه مذهب ابن الحاجب عمر نهاتوا بلام زيد مجيب وثابتا حالي بون سونا تشاو بنا بودو مذهبانا كتب بنا بودو مذهبانا معنى الصرف حكم ظاهرة نقول مطلب يسليك ولا برناتي تويدي مقصن لسر وابو هدف اوانيا كدو مذهبك باسكين أولا علمي نحو دا باسي داكن هدف أو ببلين بنا بمذهب مبرد وابن الحاجب معنى صرف حكم واضحة شون صرف حكم بمعنى انتقال حكمة باش حكمك منتقل بنا باردو مذهبيانا حكمي بمعنى خوي نك بمعنى محكوم بهش هر خودي ما جاء منتقل بو ما جاء يكي بنا بهردو مذهب ما جاء يكي كبش بو زيد ثابت كرابو أو جار منتقل بو عمري بو عمري ثابت كراب حالي بون سونا بس معناه صار في حكم معناه انتقال حكم واضحة حكمك منتقل بوا بلان بنا بمذهب جمهور إشكال ديتا بيشي ظاهرا صار في حكم بمعنى انتقال حكمه دا حالك دا بنا بمذهب جمهور هج انتقال حكم تيدانية حكم منتقل نابت حالي بون سونا بوه دليت أو جار مذهبي جمهور بازدكات دليت وإن جعلناه بمعنى ثبوت الحكم للتابعي حتى يكون معنى ما جاءني زيد بل عمرو أن عمرا جاء كما هو مذهب الجمهور ففيه إشكال حبيبون سونا أجر صرف حكم بمعنى ثبوتي حكم بيت بو تابعك لرى حكمي بمعنى محكوم به هي حالي بون سونا صرفي حكم يعني چي صرفي حكم بو تابع دكريت يعني محكوم به هي كما جيء نقما جاء محكوم به هي كما جيء بولاي تابعي نقل دكريت كعمرة ومجيء بو ثابت دكريت ما جاءني زيد بل عمرو يعني بل جاء عمرو وانيا مجيئك كمحكوم به بو عمري ثابت ذكرت فس او اختي معناي ما جاءني زيد بل عمرو اويك كان عمرا جاء معناك اويك زيد نهاد بلك عمر هات جمهور دلن معناي او جمله للغه العرب دا اويا ما جاءني زيد بل عمرو يعني بل جاء عمرو حليبون سونا او اختي او اختي خو انتقال حكم تدانيه صرف حكم يعني انتقال حكم انتقال حكمي تدانية ك ما جاء حكمك كما جاء ما جاء كبيش بو زيد ثابت كراوا منتقل كرابي بو عمري ثابت بكريد خو ما جاء منتقل لكراوا بلكو جاء ثابت كراوا حالي بون سونا بو ففيه إشكال بنا بمذهب جمهور صرف حكم لكلام من فيه إشكالي هيا حالي بون سونا يعني ولي إشكالك بتشي دفع دبيتوا زور براحتي بتشي دفع دبيتوا رصدك أيدي خو ما جاء منتقل لبوا
پس جوابك براحتي جوابك دريته وك اما دلا باب ديسان بمذهب الجمهور انتقالي تدايا بلام حكمك انا محكوم به منتقل بوا وانيا حكمي بمعنى خوينا كما جاء ما جاء منتقل نبوا حكمي بمعنى محكوم به كهمن مجيئك منتقل بوا وانيا دباشا بس اقوى بنا بمذهب جمهوريش انتقال حكم هيا ولحكمي بمعنى محكوم به كمن مجيئة بل خدي حكمك منتقل لك محكوم به منتقل لك هس درست بلين بل بو انتقال يعني خبان بنا وقال جمهور لما جاء عن الزيتون كتو عدو ايضان بل جاء عمرون تواهما اواد بي حركو چون زيت مجيئنا كدو عمرش مجيئنا كدو وانيا او تواهما دو ببل او تواهما بطرف بكري وانيا خبان تکه حالتی پیدا نکه. او توهمه ببردید. ای کابل فکر که هر وقت چون زید نهاد و عمرج نهاد و. آره. دوی تو حکم که هر وقت چون لزید سر که دو عینا بو عمر ثابت. وای آره ولله. بلام بنا لسر قول مبارد و ملحاج بوانیه. آره ولله. بنا با دو مذهب کانی دیکه. خودي حكمك منتقل به كما جاء متفق النسر او متفق بالنسر ويك حكمك منتقل بيت ثانيا بلام مذهب جمهور تفاوتي بين قلدو مذهب كان ديك اويك محكوم به منتقل بيت فضل مذهب جمهور اجدهر بل بو انتقال ايدي ثانيا بل اشتي كي دي منتقل به كم ما عندش برينت دو خطا او الشك من المتكلم أو التشكيك للسامع أي إيقاعه في الشك جاري واشا حرفي عطف عطف بويدت بحسي بالشتاب جاري واشا عطف بويدت بخاطري ويكا متكلم شكي هيا وانيا متكلم شكي هيا بوي حرفي عطفي أو دينت وانيا شكي هيا ين متكلم ده هوا تشكيك بو سامع دروسكات حاليبون سونا متكلم ده هوت سامع قرار بدال نيو شقدا حاليبون سونا او اختي او ديند وكوشي نحو جاءني زيد او عمر او مثالا صلاحيتي هي بو هردوكيان مثالا بو شكي متكلم بو تشكيكي سامعيش وانيا تشاو جاري ويا امني متكلم بو خم شكم هيا كزيد هاتو يا عمر ظلم جاء زيد او عمر يا زيد هاد يا عمر شكم هيا بو خم يندم هي مخاطبة كشكي بو فيدابيت دلم جاء زيد أو عمر يا زيد هاد يا عمر هاد أو شك بو مخاطب دروس دكم حالي بون سونا يعني دكري شك بو مخاطب دروس كمتكلم بو خوي شكي نبي بلان وانيا أو للإبهام جاري واشا بو إبهاما وانيا إبهام يعني شيء إبهام يعني إخفاء الحكم عن السامع لغرض وانيا يعني دم هويت بخاطري أويا عطف أنجام ده متكلم ده هو حكمك لا مخاطبي مخفيب كان لبر غرزك حاليبون سونا فرق إبهام دقل تشكيك نزيك ليك هام بلان فرق شان هيا إبهام وتشكيك لا تشكيك دا أصلا هدفي أصلي أويك شك بو مخاطبي بيدا بيت هدفي أصلي أويا حالي بون سونا بلان لا إبهام دا أصلا هدف أوانيا أصلا مقصود أوانيا كشك بو مخاطبي بيدا بيت لا وجداتو حكمك مخفي دكي لا إبهام دا حكمك لا مخاطبي مخفي دكريت بلام اصلا مقصود اونه كشكي بو پیدا بيت بلكو هدف شتيكي ديا هدف اوه كا لجاجته نكات حاليبون مثلا حكمك مخفي دكي مثلا وكو لو آتي دا وكو چي عطفك بو ابهام بيت نحو وإنا او اياكم لعلى هدى او في ظلال مبين وانيا چو با مخالفكاني خوي دليت دليان ايوا يان ايما وني يك يك لا ايما ونيا
يكك لو دو قروها لسر هدايتين لقمراهيك أشكار دايا حاليبون سونا تشاو وانك حكمك مخفيدك نال إيما لسر هدايتين حكمك معلوم بيت دالي يان إيما لسر هدايتين يان إيوا حاليبون سونا حكمك مخفيدك بلام هدفي أوانيك قمراها كان زياتر قمراها زياتر شكيان بودروسك خو هدف أوانيا خو پیغمبرك كاو قصي كتوا هدف يوانا بوكا زياتر او نفرانا شكيان بو پيدا بيت فز مقصود شقنية بلكو برعكز مقصود اويكا نرمي نشان دادا قليان بويكا بتوان اصلاح يانكات بويكا بتوان هدايات يانكات وانيا فز لإبهام دا لتشكيكش دا حكمك مخفي دا بيت بو السامعي لا إبهام إجدا حكمك مخفي دا بيبو سامعي وانيا بلام لا إبهام دا حكمك مخفي دا بيبو سامع بلام أصلا مقصود أوانيا كسامع شكي بو بيدا بيت بلكو مقصود أوانيا كالجبازي نكات حاليبون سونا يا لبر مماشاتا لبر نرمي نشاندانا لقال مخاطبي حاليبون سونا إرخاء العنانا حاليبون سونا وكو السكاكي لباري وآتدا كتويتي من قبيل إسماع المخاطبين الحق على وجه لا يثير غضبهم ويستويتي جورك حقا كيان بيبلا تشاو هدف أويا هدف أوانيكا أو مخاطبان الشكيا بو بيدا بيت وانيا بلكو لكتني كلامك دا هدف أو بو كبجورك قصي حق إعلام بكري بوان كتورانا بن حالي بون سونا بس هدف مماشاتو نرمي كردن بولا قلوان حالي بون سونا او للتخيير او للإباحة جاري واشا بو تخيير عطفك جاري واشا بو إباحة فرقي بيني وانا جلان بو خوي ديلد وكو چي مثالكي نحو ليدخل الدار زيد او عمر با داخلي او مالا يبيت زيد يان عمر حالي بون سونا زيد يان عمر فرقي بيني او دوانس او مثال ابو هردو كيشان دبيدي يعني مختارن وانا مختارن بميلي اخوانا بيان خوش با زيد داخل بيت يان عمر وانا يام اباحش بو اباحش دبيت ليدخل الدار زيد او عمر وانا زيد داخلي مالك بيان عمر يعني بو هردو كيان مباحة وانيا ليدخل الدار زيد او عمر وانيا زيد داخل بيت يانا عمر داخل بيت مباحة بو هردو كيان جائزة وانيا اقبو اباحة بيت وانيا بلام اقبو تخيير بيت يعني مخير دكرين او دوانا كيكي كيان داخل بيت فقط يا زيد يا عمر ويدل والفرق بينهما أن في الإباحة يجوز الجمع بينهما بخلاف التخيير فرق بين أودوانا لويدا كلا إباحة دا لحالة إباحة دا أتو إجازة دي كزيد داخل بيت يانا عمر داخل بيت وانيا دل زيد داخل بيت يان عمر داخل بيت فرقي نيا هردوك جائزة وانيا فس درستا هر دوكيان جمع بنوا وهر دوك داخلي مالك ابن بلان بخلاف تخير لتخير دا جائزني هر دوكيان داخلي مالك ابن چون اتو مخير عندك كي كيان داخلي مالك ابن نك هر دوكيان حالي بون سونا اوش فرقي بيني او دواني اوش فرقي بيني او دواني